طبعا اليوم اني قررت اسوي مقلب باعضاء السيرفر، والمقلب هذا راح يعجبكم ان شاء الله، لان مثل ما تعرفون حاليا هو وقت المقالب، وقت الحرب. راح اعلن الحرب على جميع اعضاء السيرفر واني ما اخاف من عندهم والله العظيم. طبعا المقلب مال اليوم اكيد راح تنصدمون من عنده، بس اول شغله، اوه هاي شنو؟ واو منطقة جديدة يا عيال، والله ما اعرف شنو موجود هناك. قبل هسه شوية واروح اكتشف شنو اللي موجود هناك، بس اول شغلة احتاج اسويها راح اسوي ادوات. ليش؟ لان مثل ما تعرفون اني طحت بالحلقة السابقة واختفت كل اغراضي، متت يعني. فا اوكي مو مشكلة، نجي من هنا. راح اجيب الايرون اللي عندي، اجيب شوية خشب حتى اطبخ يا عيال. عندي فحم؟ عندي فحم بس اعتقد ما يكفيني. راح نجيب نص يا عيال، راح نجيب نصه حتى شوية تصير اسرع. تمام اوكي مو مشكلة، هو والله العظيم ورطة هاي. تمام راح اطبخ شوية ايرون وراح اصنع لي دروع وادوات. شنو السبب؟ اوكي راح تعرفون شنو السبب يا عيال. اول شغلة اريد اسوي المقلب اللي قلت لكم عليه حتى انتقوا من اعضاء السيرفر، وثاني شغلة اريد نكتشف شنو اللي موجود بهاي المنطقة. وات؟ والله منطقة وردية جديدة. شنو؟ ما مبين. اوكي لحظة مستر فوفو هاوس، بيت السيدة فوفو. شنو هاي يا عيال؟ اوه والله البيت حلو. اوكي البلوكات وردية، شجر وردي، والله شي رهيب. اوه صناديق اكو. اوكي هسه شوية ونروح نكتشف شنو اللي مو هاي. شنو؟ بوابة مال نذر. اوه منو دمجني؟ والله قبل شوي واحد ضربني. لحظة اوكي يا نوب يا اوغا لازم تنتبه. تمام انا بديت اجوع بصراحة، احتاج لي شوية اكل اكل اكل، لازم اطبخ لي شوية اكل. مو مشكلة يا عيال. اوكي خلي هنا نجيب الخشب، ممتاز راح اضطر اطبخ بالخشب هذا. وين راح؟ هذا الايرون. اللي راح اسويه حاليا، احتاج خشب، احتاج خشب. لا ما اريد احرقه كله. اوكي لازم اصنع لي اول مره يا عيال، راح اصنع لي كم اداه. تعرفون شنو اول شغله؟ اول شغله اصنع الاكس، احتاجه. نوب اصنع، ما يكفن يا ويلي يا ويلي يا عيال، والله ما يكفن. اوه راح يكفن ان شاء الله. الحين احتاج اصنع البيكاكس. تمام وين البيكاكس؟ اوكي احتاج اصنع البيكاكس، حلو. الحين اصنع السيف. اوكي ما عندي خش استك. تمام صنعت السيف، اوكي مو مشكله. واخيرا كمل كل شيء. الشغله اللي بعدها راح اصنعها اكيد عرفتوا شنو، اكيد. اوكي نجيب اللحم هذا شويه لنطبه، خليه اكل بصراحه جعت. البوكيت مال الماي راح اخبئه هنا، لان المقلب مالتي راح يكون عباره عن شيء رهيب بالبوكيت مال الماي راح اسويه. فا اوكي مو مشكله. اول شغله خلينا نشوف اعضاء السيرفر شنو مواردهم حتى اشوف منو اللي اسوي بالمقلب. اوه هذا منو؟ حموديكم. مو لحظه هذا بيت حموديكم؟ اي والله البيت مال حموديكم. ما شاء الله والله عنده تطور شويه. اوه هذا صندوق شنو؟ اوكي هاي خليه اسرقها شويه حتى اكتب بها انا اللي سويت المقلب هذا. اوكي اوكي البيت مال حموديكم بصراحه حلو. فروم امير سلو. اوه واصلت له هديه من امير ما شاء الله. الاغراض مالته واو، ايميرال، دروع ايرون، والله شغلات رهيبه عنده. اوكي اوه لحظه يا عيال، شفت شغله عنده؟ جزر ذهبي، بس ما راح اسرقه اني. هنا أنا شنو اللي موجود عنده؟ والله عنده شغلات رهيبه يا عيال، بس ايضا ما راح اسرقه لان اني ما اجيت اريد اسرق. خلاص بعد اني ما اسرق. تمام مو مشكله، نروح للبيت مال امير. اوكي اوكي خلينا نوصل للبيت مال امير سلو. طبعا شويه امير مرتب المنطقه مالته، ومثل ما تشوفون اوه هذا صار اخضر ما شاء الله. واو راح يتحول كل هذا العشب يصير اخضر، يعني هذا الديرت يصير جراس. مثل هذا اخضر، حتى الخرفان تقدر تاكل. فا اوكي مو مشكله، انا هذا الموضوع ما يهمني بصراحه، اللي يهمني حاليا ينجح المقلب مالتي. خلينا نشوف شنو موجود داخل الصندوق. اوه فارغ، ممتاز ندخل منه. طبعا امير واو عنده موارد رهيبة يا عيال، أكثر شخص متطور بالسيرفر. أوه إيميرالد دايموند؟ عبالي هاي شنو؟ والله متطور أمير. طبعا عنده مخزن سري، خلي أدخل المخزن مالته نشوف شنو بي. واو والله يا عيال أمير مالي ينسرق اليوم. أوكي عنده ريدستون، عنده جزر، ما شاء الله. أني آسف يا أمير بس يعني محتاج شوية طعام. أوكي مو مشكلة. أوه والله عنده كثير ايميرالد.
اوكي يا عيال، عنده ايرون، عنده تي ان تي. اوه، هل تفكرون بما افكر؟ اميره عنده تي ان تي، شكله يريد يسوي مقلب باعضاء السيرفر، بس انا اللي راح اسبقه ان شاء الله. انا اسف يا اميره، اخذت شويه جزر. فا اوكي، مو موضوعنا، نجي منه. طبعا نسيت اقول لكم انه السبونر هذا اللي سويناه انا وامير بالحلقات السابقه، رجعوا بس تشوفون هذا الفيديو وتكملونه، دخلوا بقناتي او بقناه امير راح تلقون نشرنا فيديو مال السبونر. فا ليش ما يشتغل؟ ليش ما يشتغل؟ اوكي، عرفت شنو المشكله. لازم اجيب لي بلوكات، لازم اجيب بلوكات. اوكي، اريد بلوكات. اوكي، نجيب ذني. هسه راح تعرفون شنو السبب يا عيال. اوكي، نجيب هاي البلوكات. انا اسف يا امير بس مجبور اسرقك. اتوقع ما تكفي هاي البلوكات. اوكي، 1 2 3 1 2 3 4. نصعد ايضا 1 2 3 4. ممتاز، والله ورطه هاي. اوكي، غير يشتغل السبونر هذا الغبي. اشتغل؟ ايه بدا يشتغل يا عيال. لازم اصعد هنا حتى يبدي يشتغل. 2 3. اوكي، الحين شلون راح انزل؟ اي غير يشتغل يا عيال. اوكي، ثواني، عندي بلوكات بعد؟ لا ما عندي بلوكات. الحين شلون انزل؟ خلي اشوف لي طريقة انزل بيها منها. اوكي، اشتغل يا رب، راح يشتغل هذا. اوكي، ما اشتغل يا عيال، ما اشتغل، شنو السبب؟ والله ما اعرف يا عيال، لازم اشوف لي طريقة اخليه يشتغل بيها. والله ما اعرف، اعتقد السبونر بيه مشكلة، فما اعرف، ان شاء الله راح نسوي له صيانه. والله هذا اللي يحتاج اكسر البلوكات، فمو مشكله. طبعا مثل ما تشوفون امير سلو عنده هنا حظيره مال الحيوانات وعنده هنا مزرعه. انا بصراحه بديت اجوع وما معقوله كل شويه اسرق طعام من امير، من حموديكم، من اعضاء السيرفر. فقررت انه اليوم اسوي لي مزرعه خاصه بي. فخلاص يا عيال لازم اسوي لي مزرعه، ليش وقت ابقى اسرق من عندهم؟ ومثل ما تعرفون السيرفر بقوانين، اللي يسرق يتعاقب، اللي يخالف القوانين يتعاقب. ف شوي ونروح لهذا المكان نكتشف شنو اللي موجود بي. تمام، مو مشكله يا عيال. انا احتاج، طبعا مثل ما تعرفون من الحلقه السابقه انا سويت هذا المكان، فاحتاج اكبره شويه حتى اسوي لي مزرعه خاصه بي ان شاء الله. اوكي، نحتاج هنا نكسر بلوكات، يا رب تطلع لي بلوكات زينه. اوكي، خلينا نشوف شنو اللي راح يطلع لي بعد. اوكي، هلا والله، انا احتاج الديرت بشكل مو طبيعي. اوكي، الخشب، خشب بالاكس باسرع. ايميرالد، واو. اوكي، طبعا للي ما يعرف شنو هاي، هاي بلوكه عجيبه سحريه، كل ما تكسرها تتحول بلوكه ثانيه. اوكي، هذا ايرون، ممتاز، ديرت. اوكي، خلينا نشوف شلون حصلت. شوفوا الايميرالد صار يعني سهل تقريبا. اوكي، مو مشكله، خلينا نجمع هاي البلوكات نشوف شنو اللي راح احصله. اوكي، فحم، ممتاز، ايرون، ممتاز. لا طاحت يا عيال. اوكي، لازم اخذها باسرع وقت. ممتاز، هذا الخشب احتاجه ايضا. اتوقع كذا خلاص يا عيال، ما احتاج اجمع بعد اكثر. ممتاز، هذا شنو؟ والله ما اعرف. انا حاليا احتاج اجيب الخشب. وين الخشب؟ هذا الخشب، ممتاز، تمام، حاليا صار عندي خشب. احتاج بعد خشب. اوكي، خشب 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 يا عيال، احتاج بعد خشب. عندي ديرت، ممتاز. خلي اكبر شويه شنو، خلي اكبر المزرعه مالتي، لان مثل ما تعرفون هاي المزرعه صغيره. تمام، طبعا اقدر اسويها حظيره مال الحيوانات واربي الحيوانات هنا، بس المشكله الحيوانات حاليا نادره. تمام، فاما النباتات مثل الاشجار او التفاح او الجزر او البطاطا او يعني الخبز يعني شويه سهلات ذني، فمو مشكله. الحين احتاج الخشب. اوكي، هذا الخشب، لازم اسوي لي فنس، لازم اسوي لي سياج للمزرعه مالتي حتى ما يهربن هسه راح تعرفون ليش. اوكي، ثواني اسوي هذا الفنس، شلون يصنع حتى نسيته. لحظه نكتب فنس. اوكي، فينس، هذا حتى والله العظيم نسيته. بهاي الطريقة، ممتاز 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 يا عيال. اوكي، ممتاز. نجيب هنا نخليه وهنا نخليه. اوكي، ثلاثة، والله قليل يا عيال، قليل. وين الخشب البقية؟ اوكي، الحين اني راح انجبر اسرق. يعني تعرفون شباب الخشب يعني شوية سهل، بس انا يعني شباب كمان يعني انا صديقهم وما ادري شنو. 7 خشبات ولا كان يعطيك الخشب اللي عندي، كسر قلبي عليك. اوكي،
لا والله عندي اوكي، اني اسف حموديكم، اني اسف. وقبل شوي اقول السيرفر بقوانين واللي يسرق يتعاقب. شباب ما حد شافني، مو تكتبون بالتعليقات اوغ سرق وما ادري شنو. شباب يعني كمان لازم واحد يسامحني شويه. اوكي والله اني متاكد راح تفضحوني. يلا مو مشكله، خلي نزرع. شنو نزرع؟ خلي نصنع. اوكي صنعنا هذا كله، ممتاز. الحين نكتب فينس. اوكي الفينس اللي راح اصنعه. اوكي لا هذا ما اقدر، هذا ما اقدر. ها هذا اللي راح اصنعه. اوكي خلاص ثواني. اوكي وينه وينه هذا؟ مو يا ربي وين الفينس؟ صنعت بوابة. لا يا اوغا يا نوب. اوكي مو مشكلة مو مشكلة. وين الفينس؟ هذا الفينس يا عيال. اوكي مو مشكلة، صنعنا 39. اتوقع 39 كلش كثير، فخلي نشوف. والله واي مو كلش كثير. لازم اسوي لي طريق من هنا حتى اقدر ادخل. ممتاز. طبعا المزرعه مثل ما جاي تشوفونها صغيره حاليا، لان يعني انا حاليا لوحدي ما موجود وياي اي شخص. ف والله البوابه اجت بوقتها المناسب. شوفوا احتراف. اوكي ممتاز. الحين راح اكسر هاي البلوكه. اوكي تعرفون ليش هسه راح تعرفون يا عيال؟ لازم اضحي بكل الموارد اللي عندي. الحين راح تعرفون شنو اللي راح اسويه. اوكي راح اخليه كلهن هنا أنا بهذا الصندوق يا عيال. الحين راح تعرفون شنو السبب. باوعوا وتعلموا من عندي. هذا ممتلئ ممتلئ. اوكي ممتلئ. نجيب وين الديرت 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 وين الديرت؟ هذا لا لا ما اجيبه كله، ما اجيبه كله يا عيال. اوكي نجيب بس اربع بلوكات. راح تعرفون شنو السبب. اوكي احتاج اخلي بلوكه بهذا المكان. اوكي يا رب تضبط. ما صارت، لا ما صارت يا عيال. لازم اخليها تضبط باي طريقه كانت. اوكي متت، مو مشكله مو مشكله. رجعت مواردي. واو تطور ممتاز. لازم تضبط لان ما اقدر اخلي بوكت. يا نوب يا اوغا يا نوب. شلون فاتتني؟ ثواني وين بوكت الماي اللي اني صنعته؟ بوكت الماي هذا. والله فاتتني والله العظيم. اوكي عندنا ماء لا نهائي. اوكي الحين راح تضبط الحركه. شوفوا شنو اللي اريد اسويه اني. طبعا مثل ما قلت لكم اريد اسوي مزرعه، فبهاي الطريقه تشوفون والله سهله. شفتوا بدل ما اقفز واتعب نفسي وما ادري شنو. اوكي الحين راح اروح انام حتى ان شاء الله بس تصير الدنيا صبح راح ازرع المزرعه مالتي، وان شاء الله راح نشوف شنو اللي موجود. حاليا اللي راح نسويه كالاتي، راح ازرع المزرعه وبعدها اروح اشوف شنو اللي موجود هناك. والله منطقه جديده ما اعرف شنو قصتها. وبعدها راح نسوي المقلب لوب امير لوب حموديكم. والله اني اسويهم اسوي المقلب بيهم اثنيناتهم احسن، فمو مشكله. تمام. حاليا نجيب الادوات مالتي. وين ادواتي؟ اوكي هاي الادوات مالتي. نجيب الجزر. كان عندي لحم مطبوخ، هذا هو اللحم. احتاج الديرت والسيف. ممتاز. اتوقع بس هاي الادوات اللي راح احتاجها حاليا. طبعا من وين راح اجيب الادوات او الموارد حتى ازرع او البذور؟ طبعا اكيد راح تعرفون. راح اجي اجمع من ذا النيمون. لا يا عيال اني الشغل مالتي راح يكون صحيح 100%. اكيد يعني تعرفون راح اسرق. لا لا امزح امزح، ما راح اسرق يا عيال. السرقه عندي جزر، اقدر ازرع الجزر. اوه والله كفو يا اوغا. بس حاليا احتاج الاداه مال الحراثه. عندي ايرون؟ نو عندي ايرون. اوكي راح اصنعها من الخشب. اني اسف بس راح انجبر اصنعها من الخشب. مو مشكله والله، اصلا الخشب يعني مشي شغل مو فد شيء. تمام يا عيال شلون تنصنع؟ اوكي اتوقع بهاي الطريقه. يا اوغا لا 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 بهاي الطريقه. ممتاز. بس خلي نحرث الارض هاي. اوكي يا رب تضبط. اوه والله ضبطت يا عيال. ممتاز ممتاز. راح ازرع حاليا شويه جزر وما ادري شنو، يعني مثل ما تعرفون يا عيال لازم شويه نضحي. تمام ممتاز. اوكي ممتاز. راح اضحي بالجزر اللي عندي كله. اوكي ضحيت بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست جزرايات. أريد أشوف بعد عندي شيء ينزرع بالصناديق. خلي أشوف هل عندي شيء ينزرع. أوكي لا 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 لا. قصب السكر.
اوكي بس ينزرع على الساند، ما عندي ساند او ريم. عندي طعام. اوكي بعد ما عندي شيء ينزرع هنا. هذا ممتاز ممتاز، حصلت لي 2 بذور مال ويت، فراح يكون شيء كلش خرافي. حاليا راح اروح الامير وحموديكم اسرق من عندهم، بس يعني تعرفون شباب لازم اسرق اوكي، لان مثل ما تعرفون ما عندي موارد. تمام مو مشكله، خلي نروح للمزرعه مال الامير شويه نسرق من عنده طعام. والله المزرعه مالته كبيره، شوفوا كميه الجزر اللي عنده. تمام يا امير اني اسف بس اوعدك راح ازرعها الك. تمام مو مشكله. هاي شنو البلوك؟ ها والله ما اعرف. اوكي يلا جمعنا هذا كل ان شاء الله. تمام جمعنا الموارد، شوفوا جاي اجمع نباتات الامير ممتاز. الحين راح ازرعها الي. وين الزراعه؟ اوكي اوكي شباب لا تفضحوني، الله عليكم لا تفضحوني. اوكي يصير ازرع هنا؟ لا ما يصير، راح ازرع نصها جزر مثل ما كانت مزروعه يا عيال، النص جزر والنص الثاني راح يكون عباره عن ويت. تمام مو مشكله، هذا النص الاول صار جزر. اوكي النص الاول جزر، النص الثاني شنو كانت مزروعه؟ كانت مزروعه ويت اللي هو هذا مثل ما جاي تشوفون، الويت اللي هو القمح. تمام يلا زرعنا زرعنا. اوكي مثل ما جاي تشوفون. اوكي ممتاز، ان شاء الله فد 10 دقائق وتطلع النباتات مال امير. والله قلت راح ارجع له ذني الموارد، بس شباب الظاهر انا اللي محتاجين. اوكي خلي ازرع من منطقتي وارجع ارجع البقيه. اوكي لان انا ما احب. هاي شنو؟ وات شنو هاي؟ ووو بون ميل، واو شنو هذا الجهاز؟ يحتاج لي لحظة لحظة، شنو اسمه؟ ثواني شنو اسم هذا الجهاز؟ والله ما اعرف، اللي يعرف يكتب لي بالتعليقات. اقدر اصنع بون ميل، اقدر اصنع السماد. اوكي اذا هنا السالفة، اقول ليش امير صارت عنده كثير هواي طعام او كثير طعام. تمام لحظة، والله كفو كفو يا امير، والله حركه رهيبه. تمام خلينا نزرع الجزر. تمام زرعنا الجزر يا عيال. اوكي جزرنا بنزرع الويت. تمام يا عيال مثل ما جاي تشوفون. طبعا بدايه احنا طبعا حاليا بعدنا ببدايه السيرفر، فاكيد واحد يساعد الثاني شباب بنات، بس بعدين لا راح يختلف الوضع، كل من راح يعتمد على حاله. تمام حاليا راح اصنع لي شويه خبز وارجع البقيه للامير. اوكي والله ما شرجع لي يا عيال. اوكي 1 2 3 4. اوكي اوكي يا عيال اتوقع كذا تمام. 7 خبزات ممتاز، 7 خبزات. هاي الخبزات راح اخليهن عندي، والجزر ناخذ شويه من عنده يا عيال. اوكي ناخذ هاي ال 15، صار عندي 31 جزرايه. تمام البقيه راح ارجعهن الامير، لان مثل ما تعرفون ما اريده يزعل من عندي حتى يقول ليش سرقتني وما ادري شنو من هذا الكلام. فا اوكي مو مشكله نرجع له هاي الموارد مالته حتى اعوضه، لا تقولون اني سرقته، راح اعوض امير يا عيال، راح انطيه جزر ذهبي. والله انطيه واحده. اوكي شوف ما حد يفضحني. اوكي ونرجع له بعد شنو البذور مالته نرجعها، الويت نرجعها، حتى هاي اللحمه. اوكي شباب راح انطي جزر ذهبي كله اللي عندي حتى اعوضه. اي لازم نعوضه يا عيال. اقدر اسرق لي من عنده؟ لحظه الابقار ما ياكلن. الويت الويت يا عيال راح اسرق لي من عنده ابقار 2. تمام 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 يا عيال. لا تفضحوني اوكي، لا تفضحوني، راح اسرق من عنده بقرتين ان شاء الله. اوكي اوكي يا عيال هذا الشغل الصحيح. والله والله طلعوا طلعوا. اوكي خروف وبقره ممتاز، تعال هلا والله خروفين وبقره ممتاز، هذا الشغل الصحيح. امشن امشن يلا امشن 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 تعال. اوكي امشي امشي يا عمو الخروف، امشي يا عمو البقره، امشوا 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 وراي. تعالوا تعالوا، ما يقدرون يعبرون لو شنو؟ لحظه يا عيال يقدرون يعبرون لو لا؟ يا ويلي ابقار اغبياء 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 والله العظيم. تمام خليني اتخلص من عندهم. انت اطلع اطلع يا اخي اطلع، حسبي الله ونعم الوكيل يا عيال مو مشكله. حاليا مثل ما تشوفون اني مزرعتي كملتها. تمام المزرعه بدات تكبر نباتات اللي عندي لو لا؟ شويه بدات تكبر فمو مشكله. حاليا خلي اروح اشوف شنو هاي المنطقه اللي موجوده هنا. هاي الموارد ما احتاجها اني، نجيب الديرت نخليه هنا.
اللحم خليه اطبخه عندي فحم. اوكي عندي نطبخ اللحم لحد ما يستوي. فحاليا راح نشوف شنو اللي موجود بهاي المنطقه، لان بصراحه اني ما اعرف شنو اللي موجود، لازم نكتشف ونشوف شنو اللي موجود حتى بعدها نسوي المقلب اللي احنا راح نسوي. راح اغرق بيوتهم كلها بالماي، كلها راح تغرق ان شاء الله، حتى يعرفون انه اني بديت الحرب عليهم يا عيال. اوكي اوكي أوه والله كنت راح اطيح. يلا بينا خلي نروح نبدي الحرب. اوه بس قبل لا نبدي المقالب مالتي، خلي اشوف شنو اللي موجود بهاي الجزيرة. والله جزيرة غريبة لونها وردي مال البنات. اوكي ممتاز ممتاز يا عيال، وصلت ما شاء الله. هاي شنو اللي طيحن؟ اوه التحديث الجديد مال ماينكرافت، والله رهيب. هاي البنر. اوكي اوه اكو مزرعة. اوه خرفان وردية، طبعا الخرفان الوردية نادرة. واو اوكي ممتاز يا عيال. نجي من هنا ما شاء الله. شلون ادخل؟ من وين ادخل يا عيال؟ من وين؟ اوكي اوكي اعتقد من هنا مو اوه هذا الباب. شو اسمه؟ مستر فوفو هاوس، بيت مستر فوفو. ممتاز هلا. اوكي اكو باب من هناك، اكو باب موجود من هذا المكان. اوكي اوكي ماكو طريق، لازم يا عيال يعني ماكو طريق الا اعبر من هذا الطريق. لا ماكو طريق الا اعبر من هذا الطريق، لان هذا الطريق هو الطريق الوحيد. اوكي فتح الباب. واو gift from امير سلو. امير سلو جايب هديه لهذا البيت. منو فوفو؟ والله ما اعرف. اوه يا عيال والله رهيب. اوكي تام تاتام تاتام تام 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 تاتام تاتام تام 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 تاتام. ما حد شاف. gift from اوغا. والله يا اوغا انت ذكي، صرت انا اللي معطي هاي الهديه. اوكي ما دام الهديه مالتي فاقدر اخذ الايرون الدايموند، يعني خلاص هاي الهديه مالتي. اوكي لا 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 ما احب اسوي هيك يا عيال، حتى امير ما يزعل من عندي. امير سلو اوكي ما احب اخليه يزعل من عندي. اوكي اوكي امير سلو اند اوغا الحين تمام. اوكي هديه من امير سلو واوغا، شوفوا الحين 100% شغل صحيح. خلينا نشوف شنو اللي موجود. اوه والله شغلات جديد. تي ان تي ولاعة يا عيال، يعني اكو عضو جديد بالسيرفر يريد يعمل مقالب. اوه يا عيال لازم اني اسبقهم كلهم واسوي المقالب. يلا بينا خليني ابدي بالمقالب قبلهم كلهم ان شاء الله. راح اخليهم كلهم يعيشون تحت البحر. اوكي احتاج ايرون، كم حبة ايرون بقت عندي؟ خلي نشوف ايرون. اوكي نجيب اللحم هذا المطبوخ. ايرون ايرون ايرون. اريد ايرون يا عيال، اريد ايرون. اوكي اوكي وين البوكيت مال الماي؟ هذا البوكيت مال الماي، بوكيت واحد ما يكفي فلازم نجمع. يا رب احتاج لي فقط حبتين ايرون. هاي الاولى ممتاز، حبة ايرون اولى، احتاج بعد حبتين يا رب نحصل الحين ايرون. اوكي يلا بينا، يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. هلا والله الحبة الثانية ممتاز. اوه ايميرالد. اوكي خشب خشب، ما احتاج الخشب، اني اريد ايرون. هلا والله ثلاث حبات ايرون ممتاز. وين الفرن مالتي؟ خلي نروح للفرن مالتي باسرع وقت. ايرون خلي اطبخه واصنع لي بوكيت جديد، راح يصير عندي بوكيتات اثنين ان شاء الله. حتى نروح هنا طبعا عندنا ماء لا نهائي، انفينيتي ووتر، ماء لا نهائي طبعا. اوكي فراح ابدي اغرق البيوت مالتهم كلها ان شاء الله. اوه والله مساكين مساكين. اوكي اول حبه ايرون. اوكي عندي حبتين. اوكي تمام مو مشكله. لازم احمي المنطقة مالتي اني حتى ما تغرق، فاللي راح اسويه كالاتي، نجي منها واحدة اثنين ثلاثة، شفتوا بسهولة ما راح تغرق منطقتي ان شاء الله. نغلقها بهذا الشكل يا عيال، ما اريد منطقتي تخرب او تغرق بالماي. فا اوكي هاي نكسرها اوكي بالغلط تمام. فا اوكي 100% الشغل صار صحيح. نجيب الحبة الاخيرة مال الايرون، نصنع عنا بوكيت مال ماي باسرع طريقة. باسرع طريقة ممكنة ممتاز. الحين خلي اكل شوية جعت اني، خلي نجرب لا لا اللحم خلي للاخير. ممتاز ممتاز. اوكي نجيب البوكيت الاول.
والبوكيت الثاني. بمن راح نبدي المقالب؟ اكيد بحبيبنا حموديكم، اكيد يا حبيبنا حموديكم راح نبدي بيك ان شاء الله. يعني احنا نحبه ونحب نمزح وياه. اوكي زي ما طحت نخلي البوكيت الاول هنا. ممتاز. لا 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 الشغل غلط. ايش شغل خطا يا عيال؟ نخلي بلوكه هنا ونخلي بوكيت مال ماي هنا حتى تشوف. واه الحين تمام شغل 100% صحيح. تمام اوكي غرقنا البيت مالته والله مسكين. اوكي خلي له بعد بوكيت هديه هنا. هاي شنو؟ وات؟ والله اول مره ادري يصير تسوي هاي الحركه. لحظه لحظه اوكي هنا بهاي الطريقه. اوه يا اوغا والله اني ذكي. راح اغرق لهم المدينه كلها ان شاء الله. تمام نجيب لنا بعد بوكيتات يا عيال. ممتاز. ليش اني اسوي هاي المقالب؟ يعني بكيفي يا عيال بكيفي. يلا طبعا واحد كتب لي بالتعليقات يا اوغا اتحداك تسوي المقلب المائي باعضاء السيرفر. فخلاص ابشر يا صديقي محمد ولا يهمك والله اسوي طن مقالب بيهم ما اخاف من عندهم. اوكي ان شاء الله ما يطردوني من السيرفر. هذا البيت الاول غرق. خليني نكسر هاي اكيد يرتايات باسرع وقت يا عيال. يلا بينا يلا. انا اسف يا حموديكم والله العظيم احبك وما اكرهك بس يعني تعرف يعني وقت المقالب يا عيال. اوكي حموديكم مبروك صار عندك بيت مائي ما شاء الله. راح يعيش مع سبونج بوب. تخيلوا سبونج بوب هنا انا جالس ويبكي. واو اوكي البيت الاول مقلبناه بشكل صحيح وناجح. نروح للبيت اللي بعده. العضو الجديد بالسيرفر فوفو لازم نعطيها هدية يا عيال لأن مثل ما تعرفون كل عضو جديد يجي للسيرفر لازم ياخذ له هدية مرتبة من عندي اني. اوكي يا عيال نصعد من هذه بلوكات. اوكي عندي بلوكات يا عيال نجيب البلوكات هاي ونصعد 1 2 3 4 5. ممتاز نجيب لنا هاي البلوكات لازم نحللها. ممتاز ونصعد 1 2 3 4. نخلي البكت الاول هنا يا اوغا كافو. هي ليش صار بهذا الشكل؟ نو 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 لازم يصير مرتب. اوكي نجي من هنا نرجع من هنا ونروح من هنا ونخلي البكت هنا ونقفز. ممتاز اوكي خلينا نكسر هاي البلوكات. اوكي يا عيال يلا بينا يلا بينا. طبعا العضو الجديد ما راح اخرب منطقته كلها بالماي يعني فوفو فقط بوكيتين مال ماي كلش كافي حتى ما تزعل من عندي. يلا مو مشكله نروح للبيت الاخير اللي هو بيت امير. اوكي نروح للبيت الاخير اللي هو بيت امير ملك الحمير. تمام يلا بينا. انا اصلا المقلب كله من البدايه اريد اسويه. هاي هاي وين راح البوكيت؟ واو او مالي شغل اني. اوكي والله نجحت الخطه. تمام خلي نجيب بعد بوكيتين يا عيال بعد بوكيتين. لا 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 لازم اخلي كثير بوكيتات. لازم اخلي بلوك وخلي فوق هاي. الحين تمام ممتاز نجي النوب من هذا الطريق من هنا يا عيال. اوكي هذا الشغل 100% صحيح. اوكي والله امير راح ينصدم يقول شنو صاير بمنطقتي. اوكي خلي حتى الابقار مالت راح اخلي لهم بكت مال ماي. اوكي كلها راح اغرق السيرفر. تمام لحظة. اوكي ممتاز انا سمعت يقولون الابقار عطشانات والخراف عطشانات اشربوا الماء. اوكي اوه والله اذا يطيحون اتورط. اوكي هاي كملنا المقلب بيهم. الحين الموب تراب مال امير حتى هو راح اخربه. يعني شباب وقت المقالب واتحدى اعضاء السيرفر ينتقمون من عندي والله ما اخاف من وقت والله ما اخاف من عندهم يا عيال. اوكي اوه يا ويلي يا ويلي يا ويلي والله المكان. اوكي المكان غرق يا عيال. اوكي 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 المكان غرق صار كله ماي. هلا والله هنا أنا يحتاج شباب. أني آسف يا أمير. أني آسف. أوكي خلي أخذ هذا البوكيت. ممتاز أني آسف والله العظيم ما أكرهك يا أمير بس يعني مقالب. تمام نروح بعد هاي خليته الموب تراب هم راح أخلي له بوكيت مال ماي مرتب إن شاء الله. أوكي
اوكي هلا والله والله العظيم المدينة صارت عبارة عن مدينة مائية. فا اوكي شباب بنات مثل ما تشوفون الحمد لله والشكر كملت المقلب مالتي وسوينا كل شيء حاليا. اللي اريده من عندكم بالتعليقات تكتبوا لي يا اوكي اهرب من السيرفر لان اني راح اتورط يا عيال. فا اوكي شباب بنات مثل ما تشوفون وصلنا الى نهاية المقطع، شكرا على المشاهدة، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، واذا عندكم افكار او تحديات او مقالب تحبون اسويها باعضاء السيرفر كتبوها بالتعليقات، والله العظيم راح اسويها بس تكون مقالب اسطوريه. وايضا تابعوني على الانستغرام، رابط حسابي مال الانستغرام بالوصف، وما احب اطول عليكم اكثر وبس مع السلامه، باي باي.